حلم طبيبة أطفال. إحنا اليوم في هذه الندوة كنعلنوا على انطلاق حملة الإحسان العمومي الأولى ديالنا، لأن الجمعية عندها المنفعة العامة، وهذه الحملة الإحسان الأمومي الهدف ديالها جمع تبرعات لفائدة مشاريع الجمعية. وأول مشروع اللي إحنا بالنسبة لنا هو رائد، هو إنشاء مؤسسة الحل لرعاية ودعم الأرملة واليتيم والأسرة. مؤسسة لها عدة تخصصات بالنسبة للأرملة، بغينا يكون شباك موحد للأرملة، أرملة من المتزوجين. تعرف أن هذه المؤسسة كاين تعطيها المساعدة المادية المعنوية في وليداتها، في المهني، حتى تولد دوز لبر الأمان مع وليداتها، مرافقة طويلة الحياة مع وليداتها. احنا كان عندنا حاله اجتماعيه صدفتنا، والحمد لله بفضل الله وفضل الثقه ديال الداعمين ديالنا والكافلين ديالنا فينا، قدرنا نرافقوا هذه الارامل في حاله في وضعيه صعبه الحمد لله. اذا احنا اليوم في هذه الندوه الصحفيه بغيناكم كاعلاميين تكونوا رسائل شهاده حق المواطن المغربي، نقول لكم تجربه ديالنا ديال 15 سنه من العمل، من العطاء، من الجوده في العمل، الى تطلعات مستقبل افضل، بناء مركز يضم ويحتوي جميع الانشطه التي تدعم الارمله اليتيم والاسره، انشطه ومشاريع تصب في تحسين جوده حياه فئتنا المستهدفه بهالجميع الانشطه ديالنا والاعمال ديالنا. الجمعيه ما شاء الله تطورت انها وصلت ما يفوق 1000 يتيم، وبلغت يعني مئات الاسر التي تستفيد من انشطه الجمعيه ومن مشاريعها. الانشطه التي تقدم في الاطار الاجتماعي، القفه، رمضان، ما هي الا كانت بدايات لطورت عنا الرؤيه والاستراتيجيه انه يجب الاشتغال بشكل افضل، بشكل اجود. تحسين جوده خدماتنا هو مطلب كبير تسعى اليه جمعيه الحلم في هذه المراحل القادمه، ودعم وطلبنا في هذه حمله الاحسان العمومي لجمع تبرعات ما هي إلا لهدف كبير، وهو إنشاء مؤسسة تضم جميع المشاريع ويشرف عليها طاقم جمعية الحلم بكل فريق المختص لأجل إنجاح المشروع. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.